متابعي قناة وطني الأولى، مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم سبت 17 ديسمبر 2022. درجات الحرارة شهدت انخفاض طفيف وانسجلنا في الشمال والوسط ما بين 17 و22 درجة، في تيلا كانت في حدود 14 درجة، وفي الجنوب كانت ما بين 14 و24 درجة. بالنسبة لخصوصية الطقس نشوفوها من خلال صور القمر الاصطناعي، ونلاحظوا ظهور سحب مرتفعة لم تشهد تغيير كبير، وإن كان طقس مغيم جزئيا بالشمال بالوسط وبالجنوب. توقعاتنا لدرجات الحرارة في المدن التونسية، درجات الحرارة تكون في تونس الكبرى وقليبيا ونابل في حدود 19 درجة، طقس مغيم جزئيا، بنزرت 18 درجة، تبرقة 17، بيجة 18، زغوين كذلك 18 درجة، جندوب 20، سلينا 17، والكيف في حدود 16 درجة، التالا في حدود 15 درجة، طقس مغيم جزئيا، القيروان درجة الحرارة قد تصعد ل 21 درجة في جهة الساحل، سوسة 19 درجة، طقس كثيف السحب، المنستير والمهدية في حدود 20 درجة، جزر القارقنة طقس كثيف السحب 19 درجة، وصفاقس 20 درجة، سيدي بوزيد 18، والقاسرين 16 درجة. بالنسبة لمدن الجنوب الغربي، قفصة في حدود 19 درجة، توزر 22، طقس مغيم جزئيا، وقبلي درجات الحرارة في حدود 20 درجة. بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي، قبس في حدود 20 درجة مع إمكانية لنزول أمطار مؤقتة رعدية، جزيرة جربة 21، طقس كثيف السحب، مدنين 21، تطاوين 18، ورميدة 17 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، ريح على كامل الشريط الساحلي تكون شمالية غربية مع عدا خليج قابس، وتكون شمالية شرقية في منطقة سيرات وخليج تونس البحر يكون متموج، وسرعة الريح من 5 إلى 15 عقدة، وفي منطقة الشيبة وخليج الحمامات البحر يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب، وسرعة الريح من 15 إلى 20 عقدة، وفي خليج قابس البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، وسرعة الريح من 5 إلى 20 عقدة، مؤقتا 25 تتجاوز 40 عقدة. قراءة لتوقعاتنا في درجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية، نواكشوط صافي، دار البيضاء 21، جزيرة 18، طرابلس 22، والخرطوم درجة مستقرة منذ مدة في حدود 34 درجة طقس صافي، القاهرة 27، طقس مغيم جزئيا. وبالنسبة للبقاع المقدسة، درجة الحرارة في المدينة المنورة 28، مكة المكرمة 33، طقس صافي، بالنسبة للدوحة 25، أبو ظبي 26، مسقط 27، درجة الحرارة في الكويت وفي بغداد منخفضة في حدود 23 درجة منذ مدة والطقس صافي، بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 19، بيروت 23، دمشق في حدود 17 درجة، بالنسبة لإسطنبول درجة حرارة في حدود 13 درجة مع أمطار. بالنسبة لأوروبا، درجات الحرارة في روما تكون في حدود 17 درجة، طقس مغيم جزئيا، فيينا درجتين تحت الصفر، جنيف 4 درجات، برلين 3 درجات تحت الصفر، لندن في حدود 7 درجات، أمستردام درجة واحدة، بروكسل 3 درجات، باريس 4 درجات مع أمطار، مرسيليا 14 درجة، طقس مغيم جزئيا، مدريد 11 درجة، طقس كثيف السحب، ولشبونة 18 درجة وطقس كثيف السحب. بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الاثنين البحر يكون قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، الريح من القطاع الشرقي، ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف، الطقس يكون كثيف السحب بالشمال، سحب عابرة بالوسط، وإمكانية لنزول أمطار بالجنوب. بالنسبة ليوم الثلاثاء، البحر قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، الريح من القطاع الشرقي، وسحب عابرة على أغلب الجهات، والحرارة دون تغيير. أوقات الشروق والغروب، الشروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة 7 صباحا و26 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 5 مساء و6 دقائق. لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.in، تتفاعل وتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي. أوقات الصلاة لمدينة تونس ومجاورها، 6 الصبح إن شاء الله يكون في تمام الساعة 5 صباحا و53 دقيقة، الظهر منتصف النهار و23 دقيقة، والعصر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و47 دقيقة، والمغرب في تمام الساعة 5 مساء و8 دقائق، والعشاء في تمام الساعة 6 مساء و39 دقيقة. دمتم أوفياء للوطنية الأولى.